الرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ إيل مبتسماً لكنه بجسد مارلين مونرو في لقطتها الشهيرة. هذه الصور المركبة جزء من المعرض الذي ينظمه الكوري الشمالي سونغ بيوك، وهذا المعرض الأول المنفرد للفنان الذي تستقبله سيول، وهو تحت عنوان حرية إلى الأبد. الفنان غادر وطنه في العام 2002. ما سبب انفصال الكوريتين؟ ولما علينا العيش منفصلين مع أننا شعب واحد؟ الهدف من هذا المعرض هو طرح السؤال على كافة الشعب من الشمال والجنوب لإعادة التفكير حول كوريا الشمالية والعمل معا لطرق على جدار الفصل. واستعان سونغ في أعماله بصور البروباغندا الشائعة في كوريا الشمالية، صور على نقيض الحياة القاسية التي يرزح تحتها الكوريين الشماليين وعلى عكس شعارات النظام. ما من قدرة على الإبداع في كوريا الشمالية؟ ما من رسالة شخصية؟ كان يطلب مني على الدوام أن أرسم أشياء صممها الحزب أو الحكومة، وكان علي التلوين حسب الرسم المحدد، وفي حال عدلت أي شيء لكان مصيري السجن السياسي أو الاختفاء. سونغ لم يجرؤ من قبل عرض أعماله خوفاً على حياة أفراد عائلته في الشمال، ولكن بعد فرار شقيقته ووفاة والدته شعر أنه بات بإمكانه التعبير علانيةً.